يصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة اليوم في زيارة يلتقي خلالها بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، كما يجري جلالة الملك المعظم مباحثات مع فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية ومعالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط. وكان جلالة الملك المعظم قد التقى خلال زيارته للمملكة المتحدة الصديقة مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، حيث جرى استعراض علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات. كما أجرى جلالته مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية تناولت تطورات الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد العسكري وأولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية إليهم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليمي. على مدى العقود التي مضت والعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تواصل تميزها في مختلف المجالات في ظل ارتكازها على إرث تاريخي طويل من الصداقة العريقة والروابط الوثيقة بين البلدين وما يجمع بينهما من احترام واتفاق متبادل تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وبفضل الاهتمام المباشر من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ازدادت العلاقات البحرينية البريطانية زخماً وتطوراً ورسوخاً يوماً بعد آخر، وذلك من خلال اللقاءات المستمرة والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين. وتمخض عن العلاقات القائمة بين المنامة ولندن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بهدف رفع مستوى الشراكة والتنسيق الثنائي في عدة مجالات مختلفة، منها السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها. إن العلاقات البحرينية البريطانية بمختلف مجالاتها تمضي قدماً في تحقيق تطلعات قادة البلدين في الحفاظ على ديمومة التواصل وترسيخ أوجه التعاون على الأصعدة كافة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.